السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بطل سنة؟ ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل الكلام اللي بدأناه امبارح في الكوليستيرول والميتابوليزم في محاضرات البايو كيمستري. اتكلمنا امبارح عن السينثيسيس اوف كوليسترول، ازاي بنصنع الكوليسترول وبناخده وايه وظيفته الفانكشن بتاعته، شوية كلام كده خفاف. هنكمل النهاردة الجزء المتبقي في الكوليسترول في الفيديو ده. هنتكلم عن حاجة بعنوان اسمه كوليسترول هوميوستيزيس، واحنا عرفنا ان كلمة هوميوستيزيس معناها ثبات او البيئة يعني بتاع الجسم تبقى ثابتة. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن ثبات بيئة الكوليسترول ذات نفسه، يعني ان الكوليسترول نشوف ايه الحاجات اللي بتزوده وايه الحاجات اللي بتنقصه بحيث ان هو في الجسم يفضل متزن. يعني فعشان يفضل متزن لازم نعرف ايه الحاجات اللي بتزود الكوليسترول وايه الحاجات اللي بتنقص الكوليسترول. فنبدأ واحدة واحدة كده نتكلم عليهم. هنا طبعا ده اللي في الكتاب عندك، انا هاخد الاول الفاكتور انكريز وهنبص على الفاكتور ديكريز اللي هي العكس او المقارنة، يبقى في بس شوية اضافات بسيطة كده. فنبدأ واحدة واحدة كده الحاجات اللي بتزود الكوليسترول. طيب اول حاجة الدايت، علم على الدايت. ليه الدايت بيزود الكوليسترول؟ انت لو بتاكل اكل فيه دايت كتير، يعني اكل بتاكل فيه كربوهيدرات كتير، احنا اتفقنا ان مصدر اصلا الكوليسترول بيجي من الاستاتيكو ايه اللي هو بيبقى جاي اصلا من كريبس سايكل، اللي هي بتاخد الجلوكوز تكسره وتطلع لي في الاخر بيروفيت، ومن البيروفيت اسيتيلكو. يبقى اذا كل ما الدايت بتاعك رقم واحد، كل ما الدايت بتاعك يكون مليان بالكربوهيدرات، ايه اللي هيحصل؟ اكسسيف كربوهيدرات، عندك هاي كارب ميل، الاكل اللي انت بتاكله مليان كربوهيدرات، الاسيتيلكو ايه هو كمان هيزيد، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ يديك كوليسترول كتير. تمام، يبقى عايزك كده ركز، هنكتبها هنا في المربع الاحمر اللي هو على الجنب ده، ان انت الكربوهيدرات بيديك ايه لما تاكل اكل فيه كربوهيدرات؟ بيديك في الاخر اسيتيل كو ايه. تمام، نفس الفكره برضو لو انت سورس تاني من سورسات الاسيتيل كو ايه الدهون، مش هو دهن اصلا، يعني بناخد نصنع ميه كوليسترول اللي هو دهن، فاحنا ممكن نجيبه من الدهون لو احنا عملنا حاجه اسمها ده، برضو كنت انت واخده في البيزس بتاع البايو كيمستري، لو جينا كسرنا الفاتي اسيد عملنا فاتي اسيد اوكسيديشن هيديك برضو اسيتيل كو ايه. تمام، يبقى احنا ممكن نحصل على اسيتيل كو اي من تكسير السكر او من تكسير الدهون ذات نفسها، من تكسير الجلوكوز او من تكسير الفري فاتي اسيدز. طيب يبقى اذا دلوقتي لو انا اكلت اكل، في كميه دهون كتير، او في كميه، لو انا جسمي فيه فري فاتي اسيدز كتير هقدر اصنع منها كوليسترول، اكلت اكل فيه كربوهيدرات كتير هقدر اكسر الكربوهيدرات واحصل منه على اسيتيل كو اي، وبالتالي يبقى في ايه؟ تصنيع كوليسترول كتير. يبقى دي اول واحده. طب ثاني واحده خلاص هتبقى سهله برضه، حد شخص مريض بالسكر، دايابيتس ميليتس، مريض السكر ده مش قادر يستخدم الجلوكوز اللي عنده، هو عنده جلوكوز كتير وكل حاجه بس ما عندوش الانسولين كفايه، او مش بيقدر يعمل يوتلايزيشن للسكر بتاعه، وبالتالي ما دام هو مش قادر يستخدم السكر عايز يحصل تاني على مصدر للطاقه، عايز يحصل على طاقه، فما عندوش السورس اللي هو العادي بتاع كل الناس اللي هو الجلوكوز، فيعمل ايه؟ يستخدم الفري فاتي اسيدز، الاحماض الدهنيه اللي موجوده في جسمه، يبدا يكسر في الدهون ويعتمد عليها كسورس للانرجي. فيكسر الفري فاتي اسيدز، يعمل حاجه اسمها فاتي اسيد اوكسيديشن اللي احنا لسه بنقول عليها، والفاتي اسيد اهو يبدا بقى يجيب الدهون اللي عنده في جسمه ويعمل لايبوليسيس، يشوف الدهون موجوده فين في جسمه ويكسرها يعمل لايبوليسيس، وبعد كده اللايبوليسيس ده تكسير الدهون الكبيره اللي بتدي تديك فري فاتي اسيدز. الفري فاتي اسيدز اللي هي الاحماض الدهنيه دي نعمل لها اوكسيديشن نكسرها تديك برده في الاخر اسيتيل كو اي، ومن الاسيتيل كو اي ده ناخده برده نصنع كوليسترول. يبقى لو شخص عنده كربوهيدرات كتير زي الناس اللي بتاكل اكل في الدايت بتاعها مليان كربوهيدرات سكريات وكده، هتلاقي الكوليسترول عنده ممكن يعلى. الناس اللي هم عندهم دايابيتس ميليتس، عندهم سكر، الدهون عندهم بتتكسر وبيطلع منها فري فاتي اسيدز اللي بتطلع كوليسترول، او اللي بتطلع قصدي اسيتيل كو اي، يستخدم برده في تصنيع الكوليسترول، فكوليسترول يعلى. طيب نيجي لرقم ثلاثه، رقم ثلاثه دي الاوبيسيتي. بص الاوبيسيتي حط لي جنبها كده، يعني ايه؟ حط لي علامه كده جنبها، قول لي اكتب انت كده جنبها هفهمها بالتفصيل في المحاضره الثانيه والثالثه. تمام، الناس اللي هم الاوبيز طبعا عندهم دهون كتير، من ضمن الدهون دي انه بيبقى في عندهم زياده في الكوليسترول، الكلام اللي مكتوب ده الفي ال دي ال سي والكلام ده كله ده بالتفصيل، السطرين ثلاثه اللي مكتوبين دول قدامك هم اصلا المحاضره الثانيه والثالثه، فانا مش هقدر اوصلهم لك دلوقتي الا لو انت فاهم وعارف المحاضره الثانيه والثالثه، فاستنى لحد المحاضره الثانيه والثالثه ما يخلصوا وانت هتلاقي نفسك فهمتهم وهنقولهم مع بعض. طيب نخش بعد كده على رقم اربعه، هايبوثايروديزم. هايبوثايروديزم رقم اربعه، هايبوثايروديزم يعني ايه هايبوثايروديزم؟ اللي هو قصور في الغده الدرقيه. هايبو يعني نقص، ثايروديزم جاي من الثايرويد هرمون او الازم يعني مرض، يعني عنده قصور في الغده الدرقيه مش بيقدر يطلع الثايروكسين. مرض اسم المرض مكسيديما، مكسيديما اللي هو كونكتيف تيشو ديزيز، بتلاقي الشخص ده عنده اديما بس مش ميه. فاكر لما احنا اتكلمنا في الكارديو فاسكولار وقلنا ان احنا عندنا الاديما يا بيتنج يا نون بيتنج، وقلنا البيتنج دي تتك عليها تعمل حفره وتطلع تاني، دي اسمها بيتنج. النون بيتنج ما بتعملش حفره، ليه؟ البيتنج ميه فلما تتك عليها تفحر وترجع الميه تملى تاني، انما النون بيتنج دي مش ميه، دي بروتينات سكريات، تتك عليها ما فيش ما تفحرش. فالميكسيديما دي الكونكتيف تيشو ديزيز بيحصل مشكله، الثيرويد لما بيقل بيعمل مشكله، بتيجي فايبروبلاست وخلايا هنا تقعد تعمل
كونكتيف تيشو كتير تحت الجلد، فيعمل لك إديمة. بس الإديمة هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن سكريات أو كونكتيف تيشو، يعني بروتينات أو سكريات، ومتجمع معها مية، فتبقى نون بيتنج إديمة. المهم يعني عندنا حاجة اسمها هايبوثايرويديزم. من شوية في المحاضرة اللي فاتت أو في الفيديو اللي فات قلت لك إن الثايرويد هرمون زيه زي الأنسولين بيساعدوا في تصنيع، بيساعدوا في تصنيع مين؟ بيساعدوا في تصنيع الكوليسترول. طب يا دكتور ازاي هنا انت بتقول لي هايبوثايرويديزم، اهو كاتب لي هنا هايبوثايرويديزم، وبتقول لي في الهايبوثايرويديزم نقص الثايروكسين اللي هو اصلا بيستخدم في تصنيع الكوليسترول، الكوليسترول هيزيد. يعني انت بتقول لي الثايرويد هيستخدم في تصنيع الكوليسترول، بس لو الثايرويد نقص الكوليسترول هيزيد. طب ازاي؟ ما انا هقول لك حاجه دلوقتي لازم تركز فيها عشان ما تتلخبطش وانت بتذاكر. الثايرويد بيعمل حاجتين زي ما كنا واخدين على فكره في ايام الماسك، كنا واخدين ان الثايروكسين بيعمل بيزود الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست، بيزود اللي بيشغل وبيزود اللي بيقصر. فنفس الفكره هنا برضو الثايرويد هرمون بيقدر يعمل الوظيفتين، يعني هو ريجوليتر هرمون، اي حاجه ريجوليتر يعني تقدر تنشط وتقدر تظبط، ممكن يساعد في الميتابوليزم، يعمل انابوليزم ويعمل كاتابوليزم. فهي نفس الفكره هنا، الثايرويد هرمون بيعمل ايه؟ بيزود تصنيع الكوليسترول، بس بيزود اكتر واكتر 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 الاكسديشن. يعني ايه؟ يعني الاسيتيلكو، ركز كده، مش انت عندك دلوقتي بنجيب الكوليسترول منين؟ من الاسيتيلكو. ايه؟ بنطلع كوليسترول، الكوليسترول ده بنكسره بنحوله لحاجه اسمها بايل اسيدز وبايل سولت. فاكر احنا قلنا في الفانكشن بتاعته ان هو ممكن يخش في تكوين السيل ممبرين، ممكن يخش في كذا حاجه في الفيتامين دي، ممكن يخش في تكوين حاجه اسمها البايل اسيدز او البايل سولت. البايل اسيد او البايل سولت دي باختصار عشان تعرف في الفانكشن بتاعتها ايه، بتعمل حاجه اسمها ايمالسيفيكيشن للفات. انت دلوقتي باكل اكل فيه دهون، عايز تمتصه، الدهون دي مش سهله تمتص، عشان تمتصها لازم تكسرها، لانها بتبقى جايه مركبات كبيره ترايجلسرايد عباره عن دهون متصله ببعضها، احنا عايزين نكسرها. بص يا دكتور، انت دلوقتي بتجيب الصابونه، لو انت واكل اكل فيه دهون وايدك مزيته او فيها دهون، بتجيب الصابونه بتعمل ايه؟ الصابونه بتشيل الدهون دي، بتفتت الدهون من ايدك وترميها. نفس الفكره بتعملها البايل اسيدز والبايل سولت. دي الصابونه اللي الجسم بيفرزها، بينزلها من الكبد، بتتصنع في الكبد، يعني بناخد الكوليسترول ده اهو، بناخد الكوليسترول ده في الكبد، نطلع منه بايل اسيدز اللي هو صابون، الصابون ده ينزل على المعده. بص ركز معايا في الصوره دي كده، هنا كده في الليفر، في الليفر هنا ايه اللي بيحصل؟ بنصنع الصابون اللي هو البايل اسيد، ناخد الكوليسترول نصنع منه ايه؟ بايل اسيدز. هنتكلم عن ده بالتفصيل دلوقتي. البايل اسيدز دي تنزل هنا كده اهو، من عن طريق الكومن بايل داكت، تقابلها دهون هنا، انت واكل من بره، واكل من بره، ففي دهون جايه، هي تاخد الدهون دي تكسرها تفتتها، تقدر انت تمتص الدهون دي وترجع لجسمك. يبقى هو بيساعد مع البنكرياس، البنكرياس بيطلع حاجات اسمها لايبيز، بتكسر برضو الدهون، بس واحده يعني مش عارف الميكانيزم قوي، ده بتكسر ازاي ودي بتكسر ازاي. المهم ان انت البايل اسيدز دي عامله زي ايه؟ الصابونه اللي بتكسر الدهون عشان تقدر تاكل الدهون وتمتصها. طيب ركز بقى في الحته دي مهمه جدا، الثايروكسين، ركز عشان دي اصلا البيز بتاع الدرس، الكلمتين اللي انا بقولهم دول هم لو فهمتهم فهمت كل اللي جاي في الدرس. الكوليسترول سوري الثايروكسين اللي هو تي 3 وتي 4، الثايروكسين اللي هو الهرمون اللي بيخرج من الغده الدرقيه، بيعمل حاجتين، بيحفز الاكسديشن بتاع الكوليسترول، تحويل الكوليسترول لبايل اسيدز وبايل سولتس اللي هم الصابون ده، وبيحفز تصنيعه برضه، يعني هو بيحفز تصنيعه، تمام؟ يعني هو بيحفز التصنيع وبيحفز الاكسديشن، بيحفز التصنيع وبيحفز التكسير، بس بيحفز اكتر واكتر 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 مين؟ التكسير. عشان كده انا قلت لك سيب لي حته الثايروكسين مع الانسولين، قلت لك سيبها لي شويه. يبقى دلوقتي الثايروكسين بيعمل الحاجتين، بيزود التصنيع وبيزود التكسير، بس بيزود التكسير اكتر واكتر واكتر واكتر. يبقى اذا الغي بقى، الغي حته التصنيع، يعني ليه؟ حته التصنيع اللي هو بيعملها هو بيكسر قصادها، بس بيكسر كتير. يبقى نظريا بيزود وبيقلل، بس منطقيا وعمليا هو بيقلل. ليه؟ لان هو بيكسر اكتر، تمام؟ يبقى انا دلوقتي نقص الثايروكسين، ايه اللي هيحصل لما الثايروكسين ينقص؟ خلاص ما بقاش في تكسير كتير. فيحصل ايه لما بقاش في تكسير كتير؟ يقل التكسير، خلاص يبقى الثايروكسين لو قل يزيد مين؟ الكوليسترول. اهو نقص الثايروكسين بيعمل لك ايه؟ بيقلل الاكسديشن بتاع الكوليسترول، وبالتالي الكوليسترول يفضل زي ما هو، ما فيش حاجه بتكسر. طيب يا دكتور اتمنى تكونوا فهمتوه. نخش على بعدها اللي هي رقم 5، كلام بسيط جدا وسهل، اوبستراكتيف جوندس. احنا خدنا طبعا الاوبستراكتيف جوندس، وقلنا هي ايه الاوبستراكتيف جوندس دي؟ عباره عن اوبستراكشن هنا كده في الكومن بايل داكت، انت بتصنع البايل. البايل ده عباره عن كذا حاجه، كوليسترول مع بايل اسيدز مع بايل سولتس مع شويه مركبات البايل بيجمنتس اللي احنا خدناها في محاضرات الموديول اللي فات الاي بي ال. تخيل حصل اوبستراكشن هنا كده، فالبايل بدل ما ينزل تحت، البايل بدل ما ينزل تحت كده بقى يتراكم ويرجع يحصل له اكيوموليشن فوق. لما يحصل له اكيوموليشن فوق هنا كده، دي اشاره للكبد ان في بايل اسيدز كتير، فيقول له بس ستوب، ما تحوليش الكوليسترول لبايل اسيدز. فاكر الرسم اللي احنا قلناه؟ الكوليسترول هو اللي بيتحول لايه؟ ده الكوليسترول بيتحول لبايل اسيدز.
دلوقتي لما يبقى البايل اسيدز كتير 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 وهو ناجع عامل نيجاتيف فيدباك انهبيشن يخلي الكوليسترول ما يتحولش البايل اسيد فيزيد مين؟ يزيد الكوليسترول. ركز عشان دي مهمه جدا. فيزيد الكوليسترول يبقى عندك لو انت عندك اوبستراكتيف جوندس، لو انت عندك اوبستراكتيف جوندس ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اكيوميليشن وريجرجيتيشن ارتجاع للبايل اسيدز، تزيد البايل اسيدز هنا، وزياده البايل اسيدز دي في حد ذاتها تعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن ما تخليش بايل اسيدز تاني تتكون كتير. طب والبايل اسيدز ده كان بيجي منين يا دكتور؟ كان بيجي من الكوليسترول. يبقى انت دلوقتي مش هتحول كوليسترول لبايل اسيدز، وبالتالي الكوليسترول عمال يعلى 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 لان ما في مش بيحصل له اوكسيديشن. نفس الفكره اللي فوق، يبقى الاوبستراكتيف جوندس هي كمان بتزود الكوليسترول. طيب نخش بعد كده على رقم 6 اللي هي نيفروزس. نيفروزس يعني في مشكله، الشخص ده عنده مشكله في الكدني بتاعته. الموديول اللي فات خدنا حاجه اسمها البيمنوريا، اتكلمنا عنها كلام بسيط كده، ان شاء الله هتاخدوها بالتفصيل في سنه ثانيه الامراض الكدني كلها في الموديول بتاع النيفرو. دلوقتي لو حد عنده نيفروزس، احنا الطبيعي الطبيعي ان القلب من حجمه كبير مقارنه بالكابيلاريز بتاع الكدني، فما بيعديش بروتينات صوديوم، يعدي بوتاسيوم، يعدي دي حاجات كلها الكريستالويدز دي اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والكلام ده كله حاجات رفيعه خالص تعدي عادي ونمتصها تاني، سهل تعدي وسهل نمتصها. انما لما يحصل ما فيش بروتينات بتعدي، البروتينات حجمها كبير، الالبومين ده حجمه كبير، لو حصل مشكله في الكدني يعني بص تعالى ركز معايا في الرسمه دي. انت المفروض دلوقتي عندك ادي الكدني بتاعتك اهي، لو جبنا من الكدني دي طلعنا نفرون، ادي النفرون كده، لو طلعنا نفرون بص المفروض النفرون ده وظيفته كلها، انا راسم يعني راسم حاجه كده فيسيولوجيكال كده، المفروض ان هنا في بلاد فيسل بيعدي اللي هو الكابيلاريز اللي هو الدم اللي احنا عايزينه يتفلتر، هنا كده معدي الدم، هنا كده معدي الدم. بص بقى يا سيدي، المفروض ان البروتينات ما تعديش، ده الدم اللي معدي المفروض يخش من هنا يتفلتر والباقي يرجع تاني للجسم وهكذا. تخيل انت بقى ايه اللي حصل دلوقتي، انت معدي وفي بروتينات هنا، البروتينات دي حجمها كبير، فالطبيعي الطبيعي ان البروتينات دي ما تتفلترش. لو الكدني هنا بقى فيه ديفكت، فيه مشكله في المنطقه دي، في المنطقه ده هي كده، الشخص عنده نيفروزيس مثلا، عنده مرض في الكدني بيخلي البروتينات دي تقدر تعدي. طب ايه اللي هيحصل لما البروتينات دي تقدر تعدي؟ الالبومين هو كمان هيعدي. طيب ايه المشكله يا دكتور لما الالبومين يعدي وايه علاقه ده اصلا بالكوليسترول؟ بص يا دكتور، احنا عندنا الاحماض الدهنيه، فاكر لما اتكلمنا فوق قلنا في حاجه اسمها كوليسترول وكوليسترول استر. الكوليسترول استر ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن فاتي اسيدز، احماض دهنيه ماسكه في مين؟ في كوليسترول. يبقى الاحماض الدهنيه كمان ممكن تبقى ماسكه في كوليسترول وممكن تبقى فري، يبقى عندنا فري كوليسترول وكوليسترول استر، وعندنا برضو فري فاتي اسيدز وفاتي اسيد استر، يعني الفاتي اسيد ممكن يبقى هو كمان فري وممكن يمسك مع كوليسترول. احنا بقى دلوقتي عندنا في فاتي اسيدز اللي هي الفري اللي مش ماسكه في كوليسترول خالص ممكن تمسك في مين؟ في البوم، بتمسك في البوم عشان يشيلها، تمام؟ لانها هي الفري فاتي اسيدز الاحماض الدهنيه دي لازم تتشال على حاجه، يا اما تمسك في الكوليسترول يا اما تمسك في مين؟ تمسك في بروتين اللي هو الالبوم. طيب لو الشخص ده عنده نفروزس، تخيل كده شوف انت عارف ايه اللي بيحصل، الالبوم من لوحده هو اللي بيعدي والدهون بتفضل هنا كده، بس بعد ما بدل ما كانت ماسكه في البوم متشاله على الالبوم، من الالبوم ده حاميها مخليها ما تضرش الجسم، بيحوطها مهدي دهون، الدهون دي ممكن تترص بتعمل مشاكل زي ما هنشوف دلوقتي، فالالبوم ده حاميها بيحفظها بيمسكها كده ويخليها ما تعملليش اي دامج افكت على اي حته في جسم. طيب يا دكتور لو الالبوم نزل بسبب مشكله في الكدني نفروزس، ايه اللي يحصل؟ يقوم يزيد مين؟ الفري فاتي اسيد، بدل ما كانت متشاله على البوم هي كانت الفري فاتي اسيدز متشاله على البوم من هنا كده، دي فري فاتي اسيدز اهي ومتشال على الالبوم من اللي هو مين؟ باللون الاخضر. دلوقتي الالبوم هينزل في الكدني وهتفضل الفري فاتي اسيدز لوحدها، هتفضل هي لوحدها فين؟ في البلد، تعلى الفري فاتي اسيدز، ولما تعلى الفري فاتي اسيد نرجع للمربع بتاعنا اهو، فري فاتي اسيد هتتحول لاسيتايل كو اي، ومن الاسيتايل كو اي هتتحول لايه؟ لكوليسترول، يبقى يزيد الايه؟ الكوليسترول، تمام؟ يبقى هي اللعبه كلها بص هنا بص بيقول لك هنا ايه؟ نان استراتيفايد فاتي اسيد، كلمه ان اي اف اي معناها نان استراتيفايد، يعني مش معمول معاها استر، اللي مش مرتبطه بكوليسترول، نان استراتيفايد فاتي اسيدز اللي هي الفاتي اسيد اللي مش متحده مع كوليسترول بتبقى متشاله على الالبوم. عشان كده لو حصل البومينوريا الالبوم نزل في اليورين، النان استراتيفايد فاتي اسيد تزيد فين؟ تزيد في البلد، وبالتالي تتحول بعد كده لايه؟ تتحول بعد كده لاسيتايل كو اي، فيزيد تصنيع الكوليسترول. طيب احنا كده خلصنا الحاجات اللي بتزود، لو جينا نقارنها بالحاجات اللي بتنقص هنلاقي نفس الكلام، زياده حاجات بسيطه بس خالص. نبدا واحده واحده من على الشمال، الشمال هنا كده الحاجات اللي ايه؟ دي الحاجات اللي على الشمال، دي الحاجات اللي بتزود، وهنا الحاجات اللي بتنقص. الحاجات اللي بتزود اول حاجه الدايت. الدايت قلنا اللي بياكل كربوهيدرات كتير هيزيد الاسيتايل كو اي، هيزيد مين؟ هيزيد الكوليسترول. للعكس خالص، لو واحد استرفيشن في مجاعه، لو واحد في مجاعه ما بياكلش كربوهيدرات كتير، يعني ما فيش اسيتايل كو اي كتير، ما فيش كوليسترول كتير. طيب الدايبيتس ميليتس ملهاش هنا مقابل، بس تعالى رقم 5 هنا كده،
رقم 5 اللي هي اسمها obstructive jaundice. obstructive jaundice لو تفتكر الرسمه دي كده اهي، obstructive jaundice كان البايل اسيد بيحصل له ريجورجيتيشن للليفر، فيزيد البايل اسيد في الليفر، فالليفر مش هيصنع بايل اسيد ثاني، يعني مش هيجيب الكوليسترول ويحوله لبايل اسيد فيزيد الكوليسترول. دي كانت الاوبستراكتيف جوندس. تحفظ قصادها، اللي تحفظها قصادها كام؟ رقم 2 هنا اللي هي اسمها ليفر سيروزس. بص يا دكتور، احنا خدنا في اول محاضره خالص معلومه صغيره كده، اكيد انتم ما خدتوش بالكم منها، ان الليفر بيقدر يصنع هو اللي بيصنع مين؟ الكوليسترول. طب تخيل حد عنده ليفر سيروزس، ليفر سيروزس يعني مش قادر يصنع الكوليسترول، يبقى هيقل الكوليسترول. يبقى في فرق ما بين اوبستراكتيف جوندس وفرق ما بين ليفر سيروزس. اوبستراكتيف جوندس البايل اسيدز بيرجع الليفر زي الفل، بس هو وبيصنع البايل اسيدز، بس البايل اسيدز عمال يحصل لها ريجورجيتيشن، تمام؟ فده يعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، يوقف تحويل الكوليسترول للبايل اسيدز فيزيد الكوليسترول. طيب دي مرحله. المرحله الثانيه بقى ليفر سيروزس، اصلا في تليف في الكبد والكبد مش قادر يصنع، والهيباسايتس بايظه مش قادر تصنع لا كوليسترول ولا بايل اسيدز، فايه مين؟ يقل الكوليسترول. يبقى عنده هايبو كوليستيروليميا، تمام؟ يبقى نقص في الكوليسترول في الدم. عكس الهايبرثايرويديزم، يبقى هنا ايه؟ هايبوثايرويديزم. الهايبرثايرويديزم الهايبوثايرويديزم الثايروكسين كان بيعمل ايه في سوري الهايبوثايرويديزم الثايروكسين هو كان هو اللي بيكسر، فلما يقل كان هو اللي بيكسر الاحماض، كان هو اللي بيكسر الكوليسترول، فالثايروكسين لما يقل يزيد مين؟ الكوليسترول. والعكس، طب لو زاد الثايروكسين اللي بيكسر يكسر الكوليسترول كتير ويتحول لبايل اسيدز، فيقل مين؟ الكوليسترول. يبقى هنا تحفظها، شوف تحفظها، دايت ودايت. ليفر سيروزس يبقى اوبستراكتيف جوندس، هايبوثايرويديزم هايبرثايرويديزم. بعد كده في ثلاث حاجات مختلفين. الانفكشن قال لك ان التي بي ممكن يقلل الكوليسترول والميكانيزم مش معروف، يعني لو شخص مثلا عنده يعني بعض انواع الانفكشن خصوصا التي بي ممكن يقللوا الكوليسترول في الدم، ازاي؟ ما نعرفش الميكانيزم انه. طيب برضو اللي بعدها انيميا. الانيميا في السيفير تايبز، انت عارف يعني ايه سيفير تايبز اوف انيميا؟ يعني الشخص اصلا البلوت بتاعه كله عمال يتصرف، مثلا السيفير هيموريج والدم بتاعه بيتصفى، طبيعي جدا الكوليسترول اللي هو واحد من الكونتينتس بتاع الدم محتويات الدم هو كمان ايه؟ يقل. طيب ده رقم 4 ورقم 5. المهمه جدا بقى رقم 6 دي، لان شوف بقى تعالى هنا مش الموضوع مش 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 مجرد بايوكيمستري، كلكم متعادين من البايوكيمستري، مع ان البايوكيمستري هي البيز والله، يعني هي البيز، هي الفسيولوجي بس تحت الميكروسكوب كده، فلازم تكون عارفها لان هي منشا لامراض كتير، منشا يعني هتفهم منها باثولوجي، هتفهم منها فارماكولوجي، هتفهم منها كمان برضه فسيولوجي. هنا بيقول لك ايه؟ دراجز. تخيل بقى انت دكتور قلب، دكتور قلب، وده يعني انت بتكتب روجيت مثلا فيها 5-6 ادويه، ده دواء، يعني ده سدس شغلك اللي انت الجزء اللي انا بتكلم عليه السطر ده، واحنا واخدينه قبل كده وعارفينه. بص، اهم انزيم اتكلمنا عنه المره اللي فاتت كان ايه؟ انت انا عايزك تخرج. بص، انت لو خرجت من البايوكيمستري بتاع المديول ده عارف ان اللي بيصنع الكوليسترول انزيم اسمه اتش ام جي كويريدكتيز، وان احنا بنوقفه بطريقه معينه، لو انت عارف المعلومه دي تبقى انت برنس. ده طبعا غير المحاضرتين الجايين عشان مهمين جدا بصراحه. فانت دلوقتي لازم انزيم اللي هو اتش ام جي كو اي ريدكتيز ده كان بيعمل ايه؟ اتش ام جي كو اي كان ما تنساهاش خالص، اتش ام جي كو اي ريدكتيز، ريدكتيز يعني بيعمل ريدكشن لاتش ام جي كو اي، همج كو اي بيحوله، ده كان دي كانت خطوه واهم خطوه، اهم خطوه في تصنيع الكوليسترول، كان بيحوله لحاجه اسمها ميفالونيك اسيد او ميفالونات، ومنه نكمل الباثوي كله ونطلع ايه؟ كوليسترول. لو وقفت الانزيم ده هل هيتصنع الكوليسترول؟ لا. يبقى الناس اللي عندهم امراض في القلب وانا خايف يحصل لهم جلطات، خايف يحصل لهم تصلب شرايين، اعمل ايه؟ اقوم موقف تصنيع الكوليسترول. فلما اوقف تصنيع الكوليسترول ايه اللي يحصل؟ ما يتكونش كوليسترول، يبقى انا حميت الشخص ده من الجلطات، حميته ان هو يحصل له جلطات، حميته ان هو يحصل له جلطه في الشريان التاجي، حميته لان الحاجات دي هتتصلب على الشريان، يبقى سهل تجمع عليه جلطات، يحصل جلطات لما الدهون دي تترسب على انت عندك البلاد فيسل اهو، لما الدهون دي تترسب هنا كده هتعمل لك تصلب في الشرايين، دي حاجه. الحاجه الثانيه هتخلي سهل البليتلت تمسك، ما انت فقدت، لو حد فيكم ذاكر بليتلت من المديول اللي فات انت عارف ان السموث يعني ان البلاد فلو بتاع البلاد فلو بتاع الدم في البلاد فيسل بيعتمد ان الول يكون سموث، الاندوثيليوم يكون سموث، يكون ناعم وكويس، يكون انتجريت متكامل ومش بايظ ومفيش اي مشكله. انت دلوقتي لما ترسب عليه دهون يحصل ترابنج للبليتلت ويحصل ترابنج للار بي سيز، جلطه كلوت فورميشن ممكن يموت فيها. فانت دلوقتي لازم تمنع تكوين الدهون دي، تمنع تكوين الكوليسترول ما يزيدش في الدم عشان ما يترسبش في الجدار. تعمل ايه؟ تقوم جاي على اهم خطوه. شوف انا عمال اعيد زيد في الخطوه دي ليه؟ عشان انت ما ينفعش ما تكونش دكتور ومش عارف الادويه دي. بص يا دكتور، توقف بقى الانزيم ده فيوقف تصنيع الكوليسترول، الانزيم اسمه ايه؟ اتش ام جي كو اي ريدكتيز. بتوقفه ازاي؟ بتوقفه عن طريق حاجه اسمها ستاتين. بص شايف الدواء ده، انا هكبره لك اهو، اتور. بص هتلاقي كلهم اخره وعلي اخرها كلهم ستاتين، اتور فاستاتين، ده اتور ده مشهور جدا جدا، دكاتره القلب كلهم بيكتبوه اتور، ليبيتور، اي حاجه اخرها اتور فاستاتين او نورفاس، اي حاجه اخرها ستاتين دي معناها بتوقف اتش ام جي كو اي ريدكتيز، يعني بتوقف تصنيع الكوليسترول. يبقى دكاتره القلب لو انت حد فيكم في الصيدليه اي روجيتا لدكتور قلب اغلب روجيتاته ما ينفعش ما يكونش مكتوب فيها حاجه من الحاجات دي. طيب يبقى احنا كده ايه؟ خلصنا. انت دكتور اهو شايف هنا فارما يعني في البايو هتلاقي في فارما بتفهمها، في باثولوجي بتفهمه، في فيسيولوجي بتفهمه، كل ده من ايه؟ من الباثوي. طيب
يبقى احنا كده خلصنا ايه الجزء الاول اللي احنا عم عايزين نتكلم عنه، اللي هو بتاع الفاكتورز، الحاجات اللي بتزود والحاجات اللي بتنقص، نحفظها ازاي. دايت دايبيتس ميليتس، يعني الحاجات اللي بتزود هتحفظها وتقارن بيها الحاجات اللي بتنقص. ما تقعدش بقى وانت كده مش هتحفظ، انت بس تبقى فاهم اصل اللي هيجيلك ام سي كيو. يعني اقول لك على حاجه، كنا بنقعد زمان احنا كنا بنمتحن، فلما نيجي نمتحن على حاجه زي كده السؤال كان يقول لك ايه فاكتورز افكت كوليسترول ليفل، فانا كنت لازم احفظ دول واحفظ دول. فكنا بنقعد نحشش مثلا انك الفاكتور انكريز دي تحشيشتها دهون، دهون يبقى دايابيتس ميليتس ودايت، وبعد كده الهايبوثايروديزم والاول اللي هو اوبيستي وبستراكتيف جوندس والنون اللي هي نفروزس. بس ده كان زمان لان انا كنت ببقى مطالب احفظ دول. انت دلوقتي مش مطالب تحشش قوي دي، ليه؟ لانك انت بس تبقى فاهم النفروز هيحصل ايه كذا خلاص. اصل السؤال هيجي لك امسكه، مش هقول لك اكتب. طيب تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعت الايه بتاعه الفاكتورز. نخش بقى على اخر جزئيه في الدرس، ودي مهمه جدا جدا جدا، الاكسكريشن. ازاي نتخلص، ازاي نتخلص من الكوليسترول، او بنعمل اكسيديشن للكوليسترول ازاي، اللي هي الجزئيه بتاعه نحوله البايل اسيدز وبايل سولت، دي اللي هنتكلم عليها بالتفصيل بقى. وركز عشان برضو مهمه ليه يا دكتور؟ لان احنا قلنا من واحد من الفانكشن بتاع الكوليسترول ان هو يتحول لبايل اسيد وبايل سولت، اللي هي مهمه في امتصاص الدهون. لو انت عندك مشكله على فكره، لو عندك اوبستراكتيف جوندس ومش قادر تنزل البايل اسيد او البايل سولت دي، او عندك مشكله في الليفر ومش قادر تصنعهم، يعني عندك ليفر سيروزس ومش قادر تصنع البايل اسيد او البايل سولت، عندك مشكله في القناه المراريه البايل داكت ومش قادر تنزلهم، مش هتقدر تمتص دهون. الاحماض الدهنيه اللي انت عايز تاخدها، الاستنشال امينو اسيدز اللي انت كنت عايز تاخدهم، الاستنشال فاتي اسيد قصدي، مش هتقدر تمتصهم، هيحصل مشكله عندك. فعشان كده الفيتامينات اللي هي ليبيد سوليبل فيتامينز، في بعض الفيتامينات بتبقى دهنيه اصلا بطبيعتها، فدي مهمه جدا عشان تمتص كل الدهون دي. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنحط العنوان ده كله، هنحط الكلام ده كله في عنوان اسمه ايه؟ اكسكريشن اوف كوليسترول ممكن نتخلص من الكوليسترول بطريقتين، يا اما نحوله لبايل اسيد وبايل سولت، يا اما نطلعه، يا اما نطلعه زي ما هو. لو هنحوله هنعمله اوكسيديشن، يبقى هنا ده طريق لايه؟ الاوكسيديشن، يعني هنحوله لبايل اسيد وبايل سولت، يا اما نتخلص منه اس تاتش زي ما هو كده، ناخده كوليسترول ونرميه. ده بيسموها نيوترال ستيرويدز، يعني ما بنعملش فيه لا اوكسيديشن ولا ريدكشن ولا اي حاجه، بتاخده زي ما هو كده اهو. بص مش انت عندك كوليسترول، الليفر هنا بتاعك بيقدر يصنع كوليسترول، بنقوم واخدينه اهو الكوليسترول ده زي ما هو، في نصه بيتحول، في نصه هنا كده بيتحول، ونصه بينزل زي ما هو. النص اللي بينزل زي ما هو بص كله عباره عن كوليسترول، ينزل 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 اهو، ينزل كوليسترول، ده بينزل كوليسترول زي ما هو في الانتستين، ما بيحصلوش اي تحول هنا في المسار ده كله لبايل اسيد ولا بايل سولت. وممكن نمتص جزء منه تاني ناخده في الجسم، وممكن نرمي الباقي. تمام، يبقى ممكن نمتص جزء منه وممكن نرمي الايه. يبقى انت عندك اول حاجه اللي هو الباثوي الاولاني، ان هو تتخلص من الكوليسترول زي ما هو، ينزل يعني يطلع من الليفر من غير اي تعديل، ما يحصلش فيه اي بروسيسنج في الليفر، طول ما هو ماشي في الليفر وفي البايل داكت ما بيحصلوش اي حاجه، عباره عن كوليسترول زي ما هو. ممكن ترميه بره الجسم او ممكن ترجعه تاني. طيب لو هرمي بره شويه بره الجسم، ممكن تشتغل هنا عليهم بكتيريا، البكتيريا دي بتحول الكوليسترول، بتعمل فيه ريدكشن، حاجه بسيطه كده. البكتيريا دي ممكن تشتغل عليه هنا حته بكتيريا كده، تشتغل عليه حته بكتيريا، البكتيريا دي تشتغل على الجزء اللي هيطرد ده، بتحوله بص مش هو اسمه كوليسترول، الكوليسترول ده هتشتغل عليه بكتيريا تعمل له شويه ريدكشن كده حاجات بسيطه، وهينزل فين؟ هو رايح في الاستول، وقلنا ان كلمه استول يعني كبره، فيسموه كوبروستينول. انا مش بقول لك المعلومه دي كده هباء، هي موجوده عندك في الكتاب في سطر واحد، بس انت برضو مش بتاع كفته، والبايوكيمستري مش مجرد ماده صعبه وخلاص. لا، ايه الكوبروستينول دي؟ انت دلوقتي دكتور وبتعمل واحد تحليل استول، بتشوف تحليل البراز بتاعه او الاستول بتاعه. طب انت دلوقتي انت عايز تشوف الشخص ده عنده مرض ايه، وقال لك ان الكوبروستينول عالي. تمام، الكوبروستينول عالي، الشخص ده ما عندوش انيميا الحمد لله، الاربسيزم شلال. طبعا انت دكتور لازم تبقى فاهم، لازم تبقى عارف يعني ايه كوبروستينول ده. ما ينفعش دكتور وانت مش عارف يعني ايه كوبروستينول، لان الكوبروستينول ده لو عارف انت من خلال الاستول اناليسيس، من التحليل بتاع الاستول ده، تقدر تعرف الشخص ده عنده هايبر كوليستيرميا ولا لا، عنده الكوليسترول بتاعه عالي ولا لا. ليه يا دكتور؟ ما انت عندك الكوليسترول لو عالي في الجسم هيبقى عالي في الليفر، ما هو بيتصنع بكميه كبيره او موجود بكميه كبيره، يبقى هيطرد بكميه كبيره، يبقى الكوليسترول جزء منه كبير هيمتص، وجزء منه برضه كبير هيترمي. طب بيترمي في صوره ايه؟ بتشتغل عليه بكتيريا بتحول لحاجه اسمها كوبروستينول. يبقى الكوبروستينول ده لو زاد في الاستول معناها ان الشخص ده عنده هايبر كوليستيريميا، عنده كوليسترول عالي، يبقى انت لازم تخاف عليه، الكوليسترول ده يعمل له مشاكل. يبقى انت دلوقتي اول حاجه لازم تعرف الكوبروستينول ده تحط عليه ايه؟ نقطه كده، ولازم تبقى عارف ان الكوبروستينول ده مهم جدا، لانه من خلاله اقدر اشخص واشوف كميه الكوليسترول في الجسم عامله ايه. تمام، يبقى دلوقتي عندنا اول باثوي ان الكوليسترول ينزل زي ما هو as such من الليفر، ممكن بقى في الحبه اللي هيطردوا بره اعمل فيهم شويه تعديلات. طيب ده الباثوي الاولاني لازم تعرف فيه كلمه الايه؟ الكوبروستينول. نخش بقى على الباثوي اللي بعد كده اللي هو الاهم طبعا، اللي احنا ندرس فيه الرسمه اللي على الشمال دي. طيب
بس الاول حابب اقول لك ان المحاضره الجزء اللي فوق اللي هو بتاع الفاكتورز ده مهم جدا 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 جدا، ولازم يعني لازم هتتسال فيها. طيب نخش بعد كده على البطفي بتاع الايه الاكسديشن. لا احنا مش هننزل الكوليسترول زي ما هو يا دكتور وهنعمل اكسديشن، هنكسره ونعمل فيه شويه حاجه يعني، هنكسره ونفتفته ونحوله لحاجات تانية وهكذا. بص يا دكتور، اول حاجه هتاخد الكوليسترول، شايف الكوليسترول شكله عامل ازاي، مركب قدامك عامل ازاي، بيتكون سؤال ام سي كيو بيتكون من 27 ذره كربون، انت لو جيت تعدهم دول هتلاقيهم 27 ذره كربون تمام. فاكر لما قلنا ان الايزوبرين بيبقى 5 وبيحصل له كوندنسيشن يتحول ل 30، بعد كده بنعمل فيه شويه تعديلات لحد ما نوصله نشيل منه يعني نحاول ما يوصل لكام، 27 ذره كربون. ده كان سؤال. ادي عندك الكوليسترول، ركز بقى في الانزيم ده مهم جدا وسؤال ام سي كيو برده، بيشتغل عليه انزيم اسمه 7 الفا هيدروكسيليز. 7 الفا هيدروكسيليز، 7 الفا هيدروكسيليز يعني ايه؟ يعني بيحط مجموعه هيدروكسيل عند الكربونوله رقم 7 الفا هنا. شايف 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 اللي انا بعلم عليها دي، دي الكربونوله رقم كام؟ 7. بيحط عليها هيدروكسيل، مجموعه هيدروكسيل اللي هي او اتش. خلي بالك ان اصلا المركب كان فيه مجموعه اتش عند الكربون رقم 3، فكان اسمه 3 هيدروكسيل، يعني في عند المجموعه رقم 3 او عند ذره الكربون رقم 3 مجموعه هيدروكسيل. احنا بنشغل عليه انزيم اسمه 7 هيدروكسيليز، 7 الفا هيدروكسيليز، يعني بياخد مجموعه هيدروكسيل يحطه عند الكربون 7 فيتكون لي مركب اهو. بص 7 الفا هيدروكسي كوليسترول، يبقى عندي مركب فيه مجموعه في كوليسترول، الكوليسترول كده كده اصلا في مجموعه هيدروكسيل عند الكربون رقم 3، وبنحط عند الكربون رقم 7 هي كمان مجموعه هيدروكسيل، فبقى في كده 2 ايه هيدروكسيل، يبقى المركب ده بقى اسمه ايه؟ 7 الفا هيدروكسي كوليسترول، يعني كوليسترول كده كده كان عنده 3 عند الكربون رقم 3 مجموعه هيدروكسيل، والمجموعه رقم 7 الكربون رقم 7 بنحطه برده عليها مجموعه ايه هيدروكسيل. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنمشي في طريق من اثنين، يا اما نخليه بالاثنين هيدروكسيل اللي عنده دول، يعني ما نحطش هيدروكسيل ثاني، بس هنعمل شويه تعديلات مش عليك، مش عليك تفاصيلها مش عليك تمام، يا اما نحط عليه مجموعه هيدروكسيل عند الكربون رقم كام؟ رقم 12. يبقى هو دلوقتي الكوليسترول الاول كان فيه مجموعه هيدروكسيل واحده عند الكربون رقم 3، هحط عليها هيدروكسيل عند الكربون رقم 7 فبقى عند 3 وبقى عند ايه 7 اهو. ده الاولاني خلاص اسمه كوليسترول عنده عند الكربون رقم كام؟ 3. 7 بعد كده احط عليه اشغل عليه انزيم مهم جدا جدا، ده الريت ليميتنج ستيب، اهم انزيم في التفاعل كله خالص، اسمه ايه؟ 7 الفا هيدروكسيليز. ال7 الفا هيدروكسيليز ده يبقى انا كده بقى عندي 2 هيدروكسيل، واحد عند 3 وواحد عند 7، يكون لي مركب اسمه 7 الفا. طب ليه يا دكتور ما قلتش 3 7؟ لان الكوليسترول اصلا بطبعه عند 3 فيه موجوده، الجديده اسمها 7، فنقول 7 هيدروكسي كوليسترول. طيب نحط ايه تاني؟ هنحط نمشي في فاصوليه من الاثنين، يا اما نعدل فيه تعديلات ثانيه على الاطراف كده. بص بص التعديلات بتحصل هنا كده هنا كده، مش بتحصل مش بنحط هيدروكسيل، يا اما نحط هيدروكسيل عند الكربون رقم كام؟ 12، يبقى يا اما 3 هنا بقى. شوف شوف المركب الناتج ده هيبقى فيه مجموعه هيدروكسيل فين؟ عند الكربون رقم 3، عند الكربون رقم 7، عند الكربون رقم ايه 12، بقى ده في 3 هيدروكسيل. طيب يبقى عملنا كده هيدروكسيليشن. الهيدروكسيليشن ده بص بص بيكون لي حاجه اسمها كولايل كو اي، كولايل كو اي. المركب الجديد ده ما بقاش اسمه كوليسترول، لا بقى اسمه لما نحط فيه 3 هيدروكسيل جروب بيبقى اسمه كولايل كو اي. طيب الكولايل كو اي ده والناحيه الثانيه اتكون عندي مركب اسمه كينو دي اوكسي كولايل كو اي، كينو دي اوكسي كولايل كو اي تمام. كولايل دي اوكسي لان هنا في مجموعه هيدروكسيل يعني في اكسجين زياده عن اللي هنا، بس ده اسمه ايه؟ كينو دي اوكسي كولايل كو اي. يبقى انا عندي دلوقتي من الكوليسترول، ركز في الحته دي، من الكوليسترول اهم انزيم 7 الفا هيدروكسيليز، بحط مجموعه هيدروكسيل عند الكربون رقم 7 سواء في البصويده او في البصويده هيبقى في عند الكربون 7 في مجموعه هيدروكسيل جروب، وعند الكربون اصلا رقم 3 من الاول خالص في هيدروكسيل جروب. دلوقتي المركب ده هاخده يا اما احط عليه هيدروكسيل تاني اللي هو البصويل على الشمال، يا اما احط عليه هيدروكسيل، مش هحط عليه هيدروكسيل، هعمل فيه شويه تعديلات تانيه ما تمكش مش عليك. لو يلد، لو يلد يعني مش مهم، لو يلد خلاص مش لازم تعرفها، بس اللي اعرف اسم الناتج اللي خرجه خلاص اللي هو اسمه ايه؟ كينو دوكسي كولايل كو. يبقى عندي كينو دوكسي كولايل كو ايه وعندي كولايل كو ايه، استنى هعمله لك بالاحمر عشان يبقى هما الاثنين ايه زي بعض. عندي كينو دي اوكسي كولايل كو ايه وعندي كولايل كو ايه. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ركز بقى في الحته دي مهمه جدا 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 جدا. المركبات اللي نتجت دي، المركبات اللي هي نتجت اللي هي الكينو دوكسي وكلايل دي كو اي دي، هعمل عليها حركه حلوه قوي، هعمل حركه اسمها كونجيوجيشن. كونجيوجيشن يعني فاكر لو تفتكر في ايام الاوبستركتيف جوندس، في الجوندس عموما، وقلنا ان احنا بنعمل ايه؟ بنجيب البايل، فاكر الدايركت، وقلنا يعني ايه دايركت ويعني ايه اندايركت، وقلنا واحد فيهم بيبقى كونجيوجيتد وواحد نون كونجيوجيتد. كونجيوجيشن يعني الماده دي مش بتدوب، مش بتدوب في الميه، فاحط لها حاجه تخليها تدوب في الميه تمام، هخليه احط لها مركب معين يخليها تدوب فين؟ في الميه. فانا الكولايل كو ايه ده عايز احطه اخليه يدوب اكتر في الميه، فهحط عليه حاجه
ده دايركت تبقى شبه الدايركت بلوروبين، ده كونجيوجيتد، هعمل له كونجيوجيشن، احط معاه يا اما حاجه اسمها تورين يا اما حاجه اسمها جلايسين. يبقى ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ بجيب البايل اسيدز اللي طلعت دي اللي هي الكولايل كو اي واللي هي الكينو دي اوكسي كولايل كو اي، المركبين دول هعمل لهم حاجه اسمها كونجيوجيشن. يبقى انا اول خطوه عملت لهم هيدروكسيليشن، حطيت عليهم هيدروكسيل، يا اما حطيت على واحده حطيت عليهم اثنين هيدروكسيل والثانيه حطيت على واحده بس. الكولايل كو اي حطيت عليه اثنين هيدروكسيل زياده، والكينو دي اوكسي كولايل كو اي حطيت عليه مجموعه هيدروكسيل واحده بس. بص كينو دي اوكسي كولايل كو اي سي دي سي اي، ده اختصاره يعني لو حابب تسهلها على نفسك. طيب ده هحط عليها هيدروكسيل واحده، والكولايل كو اي هحط عليه اثنين هيدروكسيل زياده غير رقم 3 اللي كانت موجوده. ركز بقى في الحته اللي جايه دي، هعمل حركه ثانيه بقى. ده اول خطوه اسمها هيدروكسيليشن، ثاني خطوه اسمها كونجيوجيشن. كونجيوجيشن يعني احط عليه حاجه اسمها تورين او جلايسين، يتكون لي مركب اسمه ايه؟ لو حطيت تورين يتكون حاجه اسمها توروكوليك اسيد، توروكوليك اسيد. يبقى لو حطيت كولين يبقى حاجه اسمها توروكوليك اسيد، لو حطيت جلايسين يبقى اسمه جلايكوكوليك اسيد. يبقى انا دلوقتي اسمها ايه؟ احماض بايل اسيدز، بايل اسيدز يبقى توروكوليك اسيدز وحاجه اسمها جلايكوكوليك اسيد. ده جت منين؟ جت ان انا خدت الكوليسترول وعملت عليه حاجتين، هيدروكسيل حطيت عليه مجموعه هيدروكسيل مجموعه او اثنين على حسب الوصفيه يمين ولا شمال، يا اما وثاني خطوه حطيت عليه ايه؟ عملت له كونجيجيشن، يا اما حطيت عليه تيورين او حطيت عليه جلايسين. لو حطيت عليه تورين يبقى اسمه توروكوليك اسيد، لو حطيت عليه جلايسين يبقى اسمه جلايكوكوليك اسيد. طيب هنا برضو نفس الفكره، يا اما احط التورين هو بقى مش مكرر لك مش عامل لك الخطوه هنا، عاملها لك هنا اهو، يا اما تورو او جلايكو كينو دي اوكسي كوليك اسيد برضو بعمل له ايه؟ كونجيوجيشن. طيب لحد هنا كده اللي باللون الاصفر، بص اللي هو لحد هنا كده، بص فوق الخط الاحمر اللي انا رسمه ده بيسموها بايل اسيدز. ليه؟ لان دي اللي بتتكون في الليفر هنا. بجيب الكوليسترول ده الليفر، بقوم جايب الكوليسترول بعمل له حاجتين، بعمل له بحط عليه مجموعه هيدروكسيل وبعمل له كونجيوجيشن. كل الخطوات اللي انا بعملها ليه؟ انا ليه بحط عليه هيدروكسيل وبعمل له كونجيوجيشن؟ عشان يبقى اكتر ووتر سوليوبل. يعني ايه؟ يبقى المركبات الناتجه دي هيطلع لي هنا، بص الكوليسترول ده هيتحول لحاجه، هغير اللون اخليه اسود، هيتحول لحاجه اسمها برايمري، برايمري بايل اسيدز. طيب البرايمري بايل اسيدز دي عليها حصل لها كونجيوجيشن فبقت ووتر سوليبل، تقدر تدوب في الميه كويس، ومعاها مجموعه هيدروكسيل اللي هي اصلا بتدوب فخليتها اكتر انا عايز اخلي الكوليسترول اللي هو كان دهن ده احوله لمركبات ثانيه تقدر تدوب بكميه رهيبه. عشان نعرف دلوقتي ركز، البرايمري بايل اسيدز دي البرايمري اللي نازله بتنزل بقى بعد كده، بتنزل فين؟ بتنزل في الكومن بايل داكت. افهم افهم بايو كيمستري ما تحفظش، بتنزل بس هنا عندها قدره انها تدوب في الميه، فتقوم جاي على حته الدهون دي تفتتها وتخلي الدهون دي تفتتها كده، هي بتحب الميه البرايمري بايل اسيدز والدهون مش بتحب الميه، فهي تترشق ما بين الدهون فتقطع الدهون لحتت ايه؟ لحتت صغيره وتلف حواليها. انت مثلا كان عندك حته دهن كبيره كده، هي تقوم عامله ايه؟ تقوم جايه حوالينها كده، تقوم هي بتحب الميه وحوالين الدهن في ميه في الجي اي تي، انت اصلا بتبقى شارب ميه، هي تقوم داخله ما بينهم كده اهو، لان هي في جزء منها دهون وفي جزء منها ميه، فهي تقوم مكسراها كده، مكسره حتت، تقوم مكسره حته الدهون دي ايه؟ تقطعها لحتت حتت حتت حتت، جزء منها بيحب الدهون وجزء منها بيحب الميه، تتشبك ما بينهم تفصلهم كذا حته، يبقى حته الدهون اللي انت واكلها كبيره دي تتفتت لاجزاء صغيره خالص، يجي بعد كده البنكرياس يطلع انزيمات زي ما ان شاء الله هتاخده في الجي اي تي يكسرها. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا البرايمري بايل اسيدز وبيعمل فيها شويه تعديلات، افهم الحكمه ليه؟ عشان تتحول من كوليسترول تتحول لحاجه اسمها برايمري بايل اسيدز تقدر تساعدني في هضم الدهون. طيب انا دلوقتي البرايمري بايل اسيدز اللي هم طلعوا عملت لهم هيدروكسيليشن وكونجيوجيشن، خلاص ادوا وظيفتهم وعايز ارجع استخدمهم تاني، ارجعهم للليفر عشان اصنعهم تاني ولما اكل دهون تاني وهكذا، اعمل ايه؟ تقوم جايه بكتيريا في الانتستين، شوف سبحان الله في كومنسلز بكتيريا، بكتيريا عايشه في جسمنا بتساعدنا، بتقوم عامله ايه؟ بتعكس اللي حصل ده، مش انت عملت كونجيوجيشن وعملت هيدروكسيليشن؟ عشان الناس فيكم بتقعد تذاكر وهو مش عارف هو بيذاكر فين، الخطوه الاولانيه كذا والثانيه كذا والثالثه كذا والرابعه كذا، اللي هيحصل هنا خطوتين، هنا هيحصل خطوتين، اللي بيذاكر منكم خلاص هيقعد يحفظ الخطوتين دول اللي بيحصل، واللي فاهم وبيشغل دماغه يقول لك الخطوتين دول عكس اللي فوق، ليه؟ هيحصل دي هيدروكسيليشن ودي كونجيوجيشن، ما انا عايز ارجعها تاني، يبقى هيحصل حاجه اسمها ايه؟ دي كونجيوجيشن ودي هيدروكسيليشن، بشيل المجموعه الهيدروكسيل اللي طلعت وبشيل مجموعه الكونجيوجيشن، بس هنا مش بانزيمات، هنا ببكتيريا، فينتج لي مركب تاني اسمه ايه؟ دي اوكسي كوليك اسيد ولايثو كوليك اسيد، دي اوكسي كوليك اسيد ولايثو كوليك اسيد. دي اوكسي كوليك اسيد ده جاي من اللي هم الاثنين اللي فوق بتاع التروكوليك اسيد والجلايكو كوليك اسيد. يبقى انا في الاول خالص عملت هيدروكسيليشن وكونجيوجيشن، تحت هعمل دي هيدروكسيليشن ودي كونجيوجيشن اهو، بص دي كونجيوجيشن ودي هيدروكسيليشن. طيب هيتكون لي مركب اسمه ايه؟ سكندري. الجداد بقى اللي هم يتكونوا تحت هنا كده اسمهم ايه؟ اسمهم سكندري، اللي هم نتيجه شغل البكتيريا اللي هم باللون الاخضر بقى هنا، اسمهم سكندري بايل اسيدز. يبقى باختصار كده انا عندي ايه؟ السكندري بايل اسيدز دي يحصل فيهم يرجعوا تاني هنا كده، يرجعوا فين؟
يرجعوا تاني للليفر، والليفر يقعد يعمل لهم تاني كونجوجيشن وهيدروكسيليشن، يتحولوا للبرايمري بال اسيدز، وبرايمري بال اسيدز ينزلوا يكسروا الدهون ويشتغل عليهم بكتيريا تحولهم لسكندري بايل اسيدز او سولتس، بايل اسيدز او سولت. طبعا بايل اسيد بقى وبايل سولت والتفاصيل وايه الفرق ما بين ده وما بين ده هتاخده ان شاء الله في الجاي، مش عايز اوجع دماغك بيها. المهم ان انت دلوقتي شوف ايه اللي بيحصل، بتستخدم البايل اسيد تكسر الدهون وترجع تمتصها تاني، بتنزلها من الليفر في الجي اي تي وترجع تمتصها تاني عن طريق ده اسمه الهيباتيك فين او الهيباتيك بورتال فين، الوريد البابي الكبدي اللي قلت لكم عليه. طيب شوف عملت تلف، عملت تلف ترجع وتلف ترجع وتلف، بيسموها بص سيركيوليشن انتيرو يعني انتست، كلمه انتيرو انترك فيفر الحمى المعويه انتست الامعاء، وهيباتيك يعني ليفر فيسموها هيتيرو انتيرو انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، انتيرو يعني امعاء وهيباتيك يعني ليفر سيركيوليشن. طيب يبقى ايه اللي بيحصل للبال اسيدز؟ بيحصل لها حاجه اسمها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. باختصار احنا كده على فكره خلصنا المحاضره بتاعتنا باختصار خالص. اللي بيحصل عندك الكوليسترول، الكوليسترول اهو الكوليسترول بناخده في الليفر نعمله اكسيديشن، دي طرق من الطرق اللي انا بتخلص منها من الكوليسترول، بحول لحاجه تنفعني حاجه استخدمها كفانكشن بال اسيدز، بعمل فيه ايه؟ بعمله هيدروكسيليشن وكونجوجيشن عن طريق اهم انزيم في الموضوع ده كله ما ينفعش ما تكونش عارفه، 7 الفا هيدروكسيليز. يبقى انت عندك انزيمين في المحاضره دي ام سي كيو، ده سؤال ام سي كيو، ده سؤال ام سي كيو. الاهم خالص اتش ام جي كو اي ريدكتيز، ثاني واحد في الاهميه 7 الفا هيدروكسيليز. 7 الفا هيدروكسيليز ده بيعمل هيدروكسيليشن للكوليسترول، ويحصل بعد كده كونجوجيشن. احط عليه مادتين سؤال ام سي كيو، تورين وجلايسين. التورين والجلايسين يكون لي ماده جديده اسمها ايه؟ شوف شوف ده سؤال هيجيب لك سؤال ام سي كيو يقول لك اول اوف ذا فولوينج از برايمري بايل اسيدز ما عدا، ويقوم حاطط لك توروكوليك اسيد، جلايكوكوليك اسيد، تورو كينو ديوكسيكوليك اسيد، ديوكسيكوليك اسيد. يبقى تختار الديوكسيكوليك اسيد مش برايمري، ده سكندري. شوف هيلخبطك ما بين ايه؟ ما بين الديوكسيكوليك اسيد والكينو ديوكسيكوليك اسيد، هيحط لك كلمه كينو في النص. لا الديوكسيكوليك اسيد ده سكندري، انما الكينو ديوكسي ده لسه اصلا ما كونش، ده اللي هيكون مني ده يعتبر جزء قصدي من الايه؟ من البرايمري. طيب يبقى ايه اللي بيحصل؟ الكوليسترول بيحصل له حاجتين، بيحصل له هيدروكسيليشن وكونجوجيشن يكون لي برايمري بايل اسيدز اللي هم باللون الاصفر، توروكوليك اسيد وجلايكوكوليك اسيد وتورو جلايكو كينو ديوكسيكوليك اسيد، اربعه هم تورو جلايكو كوليك اسيد وتورو جلايكو كينو ديوكسيكوليك اسيد او سي دي سي اي. طيب بعد كده ده هنا في الليفر ينزلوا برايمري بايل اسيدز يكسروا في الدهون ويتحولوا بالبكتيريا اللي موجوده في الانتستين لحاجه اسمها سكندري كوليك اسيد. نعمل العكس، نعمل دي هيدروكسيليشن ودي كونجوجيشن يتحولوا لحاجه اسمها دي اوكسي كوليك اسيد ولايثو كوليك اسيد. طيب اللايثو كوليك اسيد ده مش بيسترجع، مش بيتم استرجاعه، يعني ما بيشاركش في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، ده بنفقده. انما الدي اوكسي كوليك اسيد ده ممكن نسترجع، يعني في جزء منه بيرجع في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن والباقي بيروح فين؟ بيطلع بره. تمام، يبقى الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن بتحصل لمين؟ للدي اوكسي كوليك اسيد، جزء منه الدوره بتتم في اليوم 6 أو 7 مرات، يعني انت بتقعد تستخدم البايل اسيد اللي انت صنعته 5 أو 6 مرات وبعد كده تطرده بره. اللايسو كوليك اسيد ده مش بيستخدم خالص، مش بيخش فين؟ في الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن. اخر بس سؤال ام سي كيو ونكون خلصنا المحاضره بتاعتنا، عمليه ده سؤال ام سي كيو بسيط خالص، عمليه الابزوربشن امتصاص امتصاص البايل اسيدز تاني مره اللي هم السكندري بقى بتتم منين؟ من انهي جزء بالظبط في الانتستين؟ احنا عندنا الانتستين ديودينم وجوجينم واليوم، ديودينم اللي هو 12 وبعد كده الجوجينم وبعد كده حاجه اسمها الايه؟ الاليوم. هو بيمتص من حاجه اسمها الاليوم، مش بس الاليوم ده، من التيرمينال اليوم، من اخر حته في الاليوم خالص، من اللاست او الليت بارت فين في الاليوم؟ ده سؤال ام سي كيو. تمام، يبقى احنا كده خلصنا، عرفنا كل حاجه عن الكوليسترول، عرفنا بتصنع ازاي، ازاي ايه فوائده، ايه الحاجات اللي بتزوده، ايه الحاجات اللي بتقلله، ايه بيكسر ازاي، بنخرجه من جسمنا ازاي، الحاجات الوظائف بتاعته الفانكشن بنستخدمه في السيل ممبرين، بنستخدمه في فيتامين دي، بنستخدمه هنا فين؟ في تصنيع البايل اسيدز والبايل سولت. تمام كده، اتمنى تكون المحاضره عجبتكم. احنا كده خلصنا يعتبر المحاضره، عايزكم تذاكروها كويس كويس جدا 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 عشان اللي جاي اهم واتقل. تمام، فانت ذاكرها كده وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم.